السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات، إبراهيم يحييكم. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نتنقلوا إلى موضوع آخر، وهو موضوع الكمبيوتر وطريقة تنصيب قارئ الشاشة فيه. اليوم راح نتحدثوا على قارئ الشاشة NVDA وطريقة تحميله على الكمبيوتر ثم تثبيته. راح نخلي لكم رابط تحميل في صندوق الوصف، وهناك طريقتين للتحميل والتثبيت، الطريقة الأولى عن طريق الكمبيوتر مباشرة، والطريقة الثانية والتي أعتبرها هي الطريقة الأسهل وهي عن طريق الهاتف، يعني راح تحمل عن طريق الهاتف الملفات كاملة ثم تثبتها أو تنزلها على الكمبيوتر. راح نخلي لكم كما قلت لكم رابط التحميل في صندوق الوصف، أنا كنت ديجا حملتها. دوك نوري لكم طريقة التنزيل على الكمبيوتر. راح نضع خيط الشاحن بين الكمبيوتر والهاتف، هنا راح يعطينا وضع كابل الشاحن بين الهاتف والكمبيوتر لغرض ماذا؟ utilize pour اولا aucun transfert de données coché. هنا لشحن البطارية وطلنا aucun transfert يعني لا تحويل. transfert de fichier non coché. هنا تبادل الملفات. transférer des photos PTP non coché. هنا تحويل الصور او تبادل الصور. هنا راح نديرو تبادل الملفات. transfert de fichier non coché. lanceur d'application. عطانا إشارة الـ connection enter الكمبيوتر والهاتف. راح نفعلوا قارئ الشاشة في الويندوز يعني ناراتور، وذلك بالضغط على زر كنترول ثم الويندوز ثم الإدخال أو انتري، ومن ثم نواصل العملية مع بعض إن شاء الله. راح نضغطو على حرف سي باش يدينا لي سو بي سي. ce pc 2 sur 12 sélectionné. ندير انتري. ce pc fenêtre dossier bureau 1 sur 7 bureau non sélectionné. ثم حرف دي. document ثم دي. périphérique et lecteur disque local c Redmi 8, 1 sur 5, Redmi 8, sélectionné. ثم ننزل بالفلاش با إلى Redmi 8. ثم vue d'élément, accéder à la table, espace de stockage interne partagé, 2 sur 2, sélectionné. هنا الذاكرة الداخلية، ثم نديرو Entrée. vue d'acquéditor, 15 sur 24, acquéditor, non sélectionné. هي لازم نضغطوا على حرف الدي باش يدينا الداونلود، لكن انا وضعته في ملف اسمه بي سي، اذا راح نضغط على حرف البي. بي بي سي 6 sur 27 بي سي. ثم ادخال. في ديليمون اكابيلا 1 sur 14 اكابيلا نون سيليكسيوني. ثم حرف ان. انفيدا 2020.3 portable.zip 14 sur 14 انفيدا 2020.3 portable.zip سيليكسيوني. هذه هي الانفيديا. راح ندير زر ابليكاسيون والا ندير شيفت مع اف 10. كونتكست منيو. راح عندنا قائمه السياقات العامه، راح الى غايه اكستراكتي. اوفري كوبي كوبي سوبري رينوم بروبريت اوفرير اليمون دو منيو توش دو منيو. هنا ما عطاناش، راح ندير كوبي. Couper, copier, élément de menu, touche de menu C. ثم نذهب إلى غاية البيرو أو سطح المكتب، وذلك بالضغط على رمز الويندوز ثم حرف D. ce PC 2 sur 12. ثم ندير كولي، وذلك بالضغط على كنترول وحرف ال V. V. copie boîte de dialogue annuler bouton
Copie de NVDA 2020.3 portable.zip, texte, en lecture seule. ac://users/brahim-desktop, texte, en lecture seule. Fin de l'opération dans 2 minutes et 30 secondes, texte, en lecture seule. Nom, texte, en lecture seule. Texte, depuis, texte, en lecture seule. Texte, espace, texte, en lecture seule. Vers, texte, en lecture seule. Texte, espace, texte, en lecture seule. Temps restant, texte, en lecture seule. Environ 45 secondes, texte, en lecture seule. Élément restant, texte, en lecture seule. Calcul, texte, en lecture seule. Vitesse, texte, en lecture seule. Calcul, texte, bureau liste, ce PC, 2 sur 13. مادام سمعنا هذا الكلام راح نضغط على حرف الـ N. NVDA 2020.3 portable.zip 13 sur 13 sélectionné. راح نعود العملية السابقة سواء بضغط زر application كما أنا ما عنديش راح ندير Shift F10. Contexte, menu, ouvrir, ouvrir, extraire ici, élément de menu, touche de menu, extraire les fichiers, élément de menu, touche de menu, extraire ici, extraire vers NVDA 2020.3 portable, élément de menu, touche de menu E. Rahmdel extraire vers NVDA, yani, fak dart ila milaf NVDA. Bureau lit, extraction depuis NVDA 2020.3 portable.zip boîte de dialogue, arrière-plan, bouton, Alt+A, c://users/brahim/desktop/nvda-2020.3-portable.zip, extraction, arrow-maged-premium-i100.dat, 27%. Bureau liste, NVDA 2020.3 portable.zip, 13 sur 14. NVDA 2020.3 portable.zip, 13 sur 14, sélectionné. هكذا يكون انتهى من فك الضغط. راح نضغط كالعادة N, حرف N. NVDA 2020.3 portable, 2 sur 14, sélectionné. هنا ما قلناش .zip يعني هذا يعتبر ملف ندير ادخال NVDA 2020.3 portable fenêtre vue d'élément accéder à la N NVDA 2020.3 portable 1 sur 1 sélectionné نضغط على حرف N مرة أخرى ثم ندير ادخال vue d'élément accéder à la table vue d'élément 17 par 4 braille display driver 1 sur 17 non sélectionné ثم حرف N مرة أخرى NVDA.exe 2 sur 18 sélectionné. هذه هي الانفيديا راح ندير انتري يعني قلنا NVIDIA.exe هذا هو صوت NVIDIA 2020.3 portable fenêtre vue des éléments liste NVIDIA executable 73 sur 95 اذا هذا صوت توماس راح نستغني على الناراتور بنفس طريقة sortie du narrateur بنفس طريقة التفعيل يعني ضغط زر كنترول ثم ويندوز ثم الانتري انا راح نغلق الملف bureau list NVIDIA 2020.3 portable 2 sur 14 نشوفوا الاصوات اللي فيها choisir le synthétiseur dialogue Synthétiseur, liste déroulante nuance vocalisée expressive 2.2 réduit altesse. Là, qui m'a smato, ou d'un, ou d'un, rah n'adrat à la zer l'NVIDIA, ou l'insert, tout ma contrôle, tout ma l'S. On a un vocaliseur, new vocaliseur. Microsoft Speech API version 5. Microsoft. IBM TTS. IBM TTS. Eti Eloquence. Eloquence. Là, man gayer walou. Bureau liste. NVIDIA 2020.3 portable 2 sur 14. راح نضغط انسر وحرف N.
NVDA menu. Préférences sous menu P. راح نروح إلى غاية أوتي. Outils sous menu O. ثم الإدخال بفلاش دروات أو اليمين. Voir le journal J. ثم انستالي إلى غاية انستالي. Visionneuse, visionne console, gérer, créer une copie, installer NVDA I. هنا راح ندير انستالي. ندخل بالانتري. Installer NVDA Dialog pour installer NVDA sur votre disque dur. Veuillez activer le bouton Continuer. Option Groupe. Utiliser NVDA lors de la connexion case à cocher cocher. هنا إلى حبينا NVDA تعمل مع الإقلاع راح ندير كوشي. مسافة. Non coché. مسافة. Coché. ثم. Créer une icône sur le bureau et le raccourci clavier. Ctrl Alt N. Case à cocher, cocher Alt B. هنا يطلب منا إذا أردنا وضع راكورسي في المكتب على سطح المكتب. مسافة. Non coché. مسافة. Coché. نحددها. Copier la configuration portable dans le compte de l'utilisateur en cours case à cocher non coché Alt P. هنا يطلب منا إذا أردنا نكوبيو واش كاين la version portable على هاد الكمبيوتر. مسافة. ندير مسافة. كوشي. كوشي. ثم نطابيلي. Continuer بوتون Alt C. Continue. Bureau sécurisé. راح ندير وي أو Alt O. Installation de NVDA en cours dialogue. Veuillez patienter durant l'installation de NVDA. Installation de NVDA en cours. Veuillez patienter. يطلب منا الانتظار. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Succès dialogue NVDA a été installé avec succès. Veuillez appuyer sur OK pour lancer la copie installée. OK bouton. هنا راح يقول لنا باللي تمت العملية بنجاح. اضغط على OK لتفعيل النسخة. نديرو مسافة. Instabure. Bureau liste. NVIDIA 2020.3 portable 2 sur 15. هكذا نكونو كملنا العملية بنجاح. إذا حبيتوا تخلوا النسخة المحمولة على الفلاش ديسك، يعني إذا أردتم تغيير الكمبيوتر أو الذهاب إلى كمبيوتر آخر تقدروا تخدموا بها، وإلا تنصيبها على الكمبيوتر. هذه هي الطريقة. إن شاء الله تكون الشرح مبسط ومفهوم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم.